القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتولي مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحالف. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع عندنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحالف. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك ابنك عاش 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 اللي حبك عاش 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 ليك ابنك عاش 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 اللي حبك عاش 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 رد اعتبارك. برحب بحضراتكم مرة أخرى وزي ما قال عبد الحليم فعلا احنا النهاردة ضفنا أحد أبناء هذا الوطن اللي قال عليهم فعلا بيحبوا هذا الوطن. عاش ليكي ابنك عاش اللي حبك عاش اللي رفع كرامتك ورجع لك أرضك. النهاردة معانا بطل من أبطال هذه الحرب. مش عارفة يعني مش عارفة الحقيقة أعمل مقدمة طليق ببطل لكن يعني كل اللي حاضر أقوله إن هو بطل من أبطال حرب أكتوبر. بس نقطة معانا السيدة اللواء المتقاعد طبعا الدكتور طلعت موسى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بحضرتك وشرفتنا. كل سنة وحضرتكم طيبين. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة وشعب مصر بالكامل طيب. وبشكر حضرتك على المقدمة العظيمة اللي حضرتك تفضلت. لا الحقيقة الواحد في مواقف معينة بيبقى ما فيش كلام فعلا. متشكر جدا يعني على هذا المشاعر الطيبة الفياضة اللي أنا حاسس أنها نابعة من القلب الحقيقة كمواطنة مصرية. وأنا متأكد أن ده شعور كل مواطن مصري زي فعلا حضرتك كده. فعلا فعلا بجد كنا نتمنى يعني هو طبعا بيبقى نصيب بس كلنا كنا نتمنى أن احنا نكون من هذه الدفعة زي ما بيقول الدفعة 73 بس معلش بقى يعني نصيبنا. لكن عايز أعرف أول حاجة من حضرتك وإحنا من خلال التقرير وشفنا الأغنية لما بتسمع دلوقتي حاليا أجزاء من خطب الرئيس الراحل الزعيم الشهيد طبعا أنور السادات وهو بيتكلم بيقول إن إحنا رجالتنا هتعبر قناة السويس وده كان قبل العبور بتحس بإيه؟ الحقيقة بيقشعر بدني احتراما وإجلالا إلى هذا إلى عبقرية اتخاذ القرار للهجوم ولتحرير الأرض المحتلة. لأن هذا القرار اللي خده أنور السادات بتحرير الأرض بواسطة القوات المسلحة قرار بيحمل عبقرية فزة لم ولن يجود الزمان لا قبله ولا بعده بمثل هذه العقلية الفزة. لماذا نقول الكلام ده؟ لماذا؟ لأن احنا دخلنا حرب أكتوبر بإمكانيات دفاعية. جميع القواعد القتال وأسس القتال وقوانين القتال ومقارنة القوات العددية مع إسرائيل والنوعية أيضا معها تقول إن إحنا لا نهجم ولا احتمال إطلاقا إن إحنا لا نهجم. عشان نسبة الهجوم للدفاع 3 إلى 1
3-1 وفي المستوى التعبوي او الاستراتيجي 1.5 ممكن مقبول، على اساس بيتم تحقيق تركيز شويه في قطاعات اختراق معينه. ولكن بصفه عامه 3-1 نحن عدديا ونوعيا مع اسرائيل ما كانتش حوالي 7-1، ما حصلناش 1. وخد القرار للحرب ده ازاي؟ هو هنا الاعجاز اكيد، وحققنا النصر باستيلائنا على رؤوس الكباري في شرق القناة بمسافة من 12-15 كيلومتر، وخلال 6 ساعات كان في 80,000 جندي على الضفة الشرقية، وتم اقتحام قناة السويس بمشاكل العبور المختلفة متعددة اللي كانت موجودة، النقط القوية والستر الترابي وخزانات النابالم واحتياطيات العدو التكتيكية والتعبوية اللي كانت هتتقدم خلال الفترات. تغلبنا على كل هذه المشاكل ونجحنا وحققنا النصر اللي احنا عايشين بيه لحد النهاردة. لغايه النهاردة الفجوة نفتخر بيه. الفجوة ما بين الامكانيات الدفاعية وبين تحقيق النصر اللي هو اتخذها فيها القرار الجزئية دي كان بيعتمد على ايه انور السادات في تعويض هذا الفرق؟ ازاي يهجم امكانيات دفاعيه؟ ايه مستند على ايه؟ يعني ايه اللي خلاه دفعه الامكانيات الدفاعيه دي اللي هو كان بيتم طبعا تسليحنا بالظبط، كان بيتم تسليحنا كلها باسلحه دفاعيه الى حد كبير عشان يضمنوا ان ما فيش هجوم بالظبط. يعني عدد الدبابات المفروض عشان اهجم 3 دبابات يبقى في قدامه 1. عدد الطيارات عندي ما دام انا هاجم عندي 3 طيارات والثاني والطرف الاخر عنده طياره. لكن عندنا مضادات طائرات ومش لكن اللي هي الاسلحه اللي يعني بتستخدم كهجوم هي اللي كانت عندنا قليله بالظبط. احنا امكانيات دفاعيه، احنا يعني امكانياتنا كانت دفاعيه، يعني الصواريخ وحقد الصواريخ ده سلاح دفاعي مش هجومي بالظبط. الهجوم الطياره، الطياره نفسها ايوه. وبعدين لان ما كانش حقيقه ما كانش عندنا الاسلحه الدفاعيه، لان الاتحاد السوفيتي كان بيؤمن بان حل القضيه سياسيا بشكل، لكن كان بيدينا الاسلحه الدفاعيه واستعوضنا بدون شك عن الخسائر بتاعت 67، استكملنا واستعوضنا الجيش، لكن احتياجاتنا كامله ما كانش بيوفيها لنا عشان خاطر نقوم بالعمليه هجوميه كامله تمكننا من الوصول الى خط الحدود الدوليه او المضايق وخط الحدود الدوليه. امكانياتنا الدفاعيه كانت بتحقق لنا المسافه اللي احنا خدناها في شرق القناة. كان معتمد على ايه انور السادات في قراره؟ على ايه؟ على الجندي المصري والشخص والشعب المصري، وهنا الاعجاز البشري وتلاحم الشعب ودعمه للقوات المسلحة. وكفاءة الجندي المصري خير اجناد الارض، وهذه حقيقة لمسناها في الحرب في كل خطوة وفي كل شيء، من اول من بعد نكسة 67 مباشرة. أنا كنت لسه يعني هقول لحضرتك، حضرتك حضرت بالفعل 67 وبعد كده وطبعا أيام ربنا ما يرجعها أبدا، وبعدها حضرت حرب 73. أكيد كان في فرق كبير جدا في نفسية المواطن، مش هقول المقاتل المواطن بالظبط، المقاتل بالظبط. عايز أعرف نفسية هنا في 67 كان شكلها إيه و 73 كان شكلها إيه؟ 67 كان هناك أخطاء بلا شك هي اللي تسببت في النكسة، ولم تكن القوات المسلحة بأي شكل من الأشكال سببا من أسباب نكسة 67، ولكنها كانت ضحية أخطاء كانت موجودة على المستوى السياسي والمستوى العسكري. وبالتالي أنا عايز أقول لحضرتك أن قادة حرب أكتوبر 73 هم اللي كانوا في 67. إزاي؟ يعني تيجي ازاي دي؟ لانهم ما خدناش الفرصه للقتال في سنه 67. كان تم الحشد في سيناء بالفرق اللي موجوده دون التكليف بمهام وتحركات مختلفه في اتجاهات مختلفه، كانش في خطه وقفلنا واضحه باب وقفلنا مضيق طيران وخنقنا القط وسبنا دون ان نهجم، وسبناه من يوم 22 يونيو لحد يوم 5 يونيو. يعني في اخطاء كتيره مش عايزين نتكلم فيها بقى بصفه عامه، لكن بدا الاعداد لحرب اكتوبر يوم 12 يونيو 67، يوم ان تعين الفريق اول محمد فوزي وزيرا يعني بعد الهزيمه باسبوع اي بالظبط، اللي هو تغير القيادات بقى. عبد الناصر تنحى يوم 9 يونيو، رجع بناء على الجماهير وعوده الجماهير رفضت الهزيمه ورفضت استقالته، فأعلن يوم 10 ان هو موجود لحد ما يزيل اثار هذه النكسه. ابتدى يعمل تغييرات في قيادات الجيش، فعين الفريق اول محمد فوزي وزيرا للحربيه،
والفريق عبد المنعم رياض رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. وبالتالي منذ هذا التاريخ بدأ الإعداد لحرب أكتوبر. بدأنا نجمع عملية استعادة الكفاءة القتالية وإعادة التنظيم للقوات المسلحة بعد النكسة وآثارها، وابتدينا نعمل مواقع دفاعية غرب القناة، وبدينا مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر. استمرت لمدة 6 سنوات و3 شهور تقريبا. ال6 سنوات و3 شهور دي نقدر نقسمها لمراحل عشان خاطر دراستها والتأني ونعرف الدروس المستفادة منها. يا ريت. المرحلة دي كلها 6 سنين اللي بنعد فيها الحرب أكتوبر نقدر نقسمها إلى 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولانية هي مرحلة اسمها الصمود والتحدي. الصمود والتحدي علشان خاطر نبني مواقعنا غرب القناة، لأن موقعنا قبل كده كان موقع القوات المسلحة كانت في سيناء، ما كناش بندافع غرب القناة. وبالتالي بقى نقلنا المواقع الدفاعية غرب القناة تحت ضغط العدو، مدفعيته، طيرانه، يعني بنبني مواقع وبننشئ وبنستعيد الكفاءة القتالية تحت ضغط جوي وضغط نفسي. والحقيقة طبعا كانت المعنويات منخفضة في هذا الوقت، فمطلوب رفع الروح المعنوية. القوات المسلحة كانت في بتستشعر بالمرارة، مرارة الهزيمة وحشة، مرارة الهزيمة شعورنا بيها دون أن نقاتل، ما خدناش الفرصة للقتال. كان يعني كان عن طريق العمليات بقى اللي كانت بتحصل، يعني أثناء زي عمليات إيلات واللي هي جاية في المراحل. أقول لحضرتك هي جاية في المراحل إيلات وخلافه. في مرحلة الصمود والتحدي مطلوب مننا أن احنا نستعيد الكفاءة، نبني، نتجنب الاشتباك معاه، لان ما كناش لسه جاهزين. الجاهزيه واستعاده كفاءه القوات المسلحه كامله ومواقع النيران الرئيسيه والتبادليه واعاده التنظيم خدت منا وقت حوالي 16 شهر. وبالتالي كنا بنعمل ليلا ونهارا. ثم بدانا المرحله الثانيه. المرحله الثانيه بعد ما بنينا لهذه المواقع غرب القناه، طبعا كنا بنشتبك مع العدو عشان نحرمه من الظهور على القناة، لان استحال ان هو يبقى واقع امامنا على الضفة الشرقية. أكيد. على مسافة 200 متر مننا ومن القوات. بدأ بعد مرحلة الصمود والتحدي مرحلة الدفاع النشط. الدفاع النشط ان احنا بقينا بعد ما استكملنا نعمل عمليات ضده بايه؟ باستخدام نيران المدفعية. فتحنا المدفعية على اقصى طول الجبهة. فاتني معلش في الكلام ان مرحلة الصمود والتحدي اللي انا قلت لحضرتك عليها، ان احنا لم نترك العدو لحظة بالرغم من مما حدث في النكسة. حصل في تدمير المدمرة إيلات في هذه المرحلة، المدمرة إيلات حصل ان في ضربة جوية بعد 1 شهر و5 أيام فقط لغير من النكسة. الفريق مدكور ابو العز قائد القوات الجويه جمع الطائرات والطائرين اللي موجوده المتبقيه ووجه للعدو في شرق القناه ضربه جويه شامله، انسحب وارتد بالكامل الى غرب القناه، ساب المسافه يعني حوالي 40 50 كيلومتر غرب القناه. ده كان بناء روح معنويه جديده طبعا، استعاده الثقه وبناء الهزيمه. ما قبلناش الهزيمه على الاطلاق، بالعكس كانت روح قتاليه وثبه الى درجه كبيره جدا، لدرجة كبيرة في هذا. طبعا الأعمال البطولية كثيرة ظهرت في هذه المرحلة. المرحلة الثانية بقى وهي مرحلة الدفاع النشط، وقلنا فيها استخدمنا فيها المدفعية على أقصى درجة، ودي حوالي 6 شهور. ونتيجة لنيران المدفعية والقناصة كانوا بيطلعوا فوق الشجر وفوق المباني على القناة بحيث ان احنا نحرم العدو من الظهور في القناة. في هذا التوقيت كان العدو ايضا بيعمل ايه قدامنا؟ بيردم الستر الترابي بتاع قناة السويس عشان خاطر يعمل حائط على القناة بالكامل. ابتدى يشكل ويعمل خط برليف، ابتدى ينشئ خط برليف النقط القوية. خط برليف النقط القوية لو وصفها لحضرتك يعني احنا كلنا درسناها حاجة، يعني كانت نطاقات يعني اسلاك وادوار موجودة واسلحة موجودة في الداخل وحقول الغام حواليها ومزاغل ومدافع بداخلها. يعني الحقيقة يعني نقطة قوية محتاجة إلى تدريب خاص عشان خاطر مهاجمتها والقضاء عليها. كانوا بيقولوا إن هذه النقطة تحتاج إلى قنبلة ذرية لكي يتم اقتحامها أو السيطرة عليها من ضمن طبعا الحسابات. مرحلة الدفاع النشط لما بدأت حضرتك ديت كانت بالمدفعية فتحت لمدة 8 ساعات ولأول مرة على طول الجبهة بالكامل. كان يوم 8 مارس يوم 9 مارس سنة 1968
طلع الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة ليشاهد نتائج الضرب، وإذا بالاشتباك يبدأ بين الطرفين مرة أخرى. كان عند المعدية نمرة 6 في الإسماعيلية ومعاه نظارة الميدان وفي الموقع، وإذا بدانا تسقط بجواره فيستشهد. وإحنا اعتبرنا هذا اليوم طبعا يوم الشهيد في القوات المسلحة. رئيس أركان حرب القوات المسلحة طالع بنفسه على الحد الأمامي للدفاعات يراقب نتائج نيران المدفعية، يطمئن على جنوده وعلى ضباطه وعلى صف ضباطه اللي موجودين في الجبهة في الخطوط الأمامية. من هنا بدأت بقى مرحلة الاستنزاف. أقنعنا هذه المرحلة، كان الهدف منها أن احنا نقنع العدو أن وجوده في سيناء سوف يكبده الكثير والكثير والكثير. من إيه؟ الكثير الاستنزاف، استنزاف الأفراد، القتلى، القتلى من عنده، لأن الفرد غالي جدا عند إسرائيل بشكل وبعدين لا وغالي جدا عندنا، بس الفرق ان احنا عندنا عقيدة ان احنا اللي يعني ان شاء الله اللي عندنا بيبقى شهيد، لكن لا طبعا لا عنده طبعا عندهم ثانية ما فيش الموضوع ده يعني، لكن احنا عندنا برضو غالي وغالي قوي جدا، ده لا شك طبعاً في هذا طبعاً. المقصود من الكلمة اللي انا قلتها حضرتك ان اسرائيل جيشها شعبها وشعبها جيشها، يعني ايه بالظبط يا اخواتها؟ انا هي دي الحته اللي انا كنت اعنيها، مش الغلاوه انها غلايه يعني، لا 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 غلاوة. انا فاهم بس لان اللي بيشتغل في الحياه المدنيه اللي بيزرع ويشتغل في المصنع وبيزرع ويتاجر وكل حاجه ليه مكان بيتحول من لما ترفع درجه الاستعداد وتعلن التعبئه في اسرائيل بتوقف الحياه الاقتصاديه في اسرائيل تماماً. ويتحول في التعبئه بيطقم دبابه او طقم مركبه او اليه او على مدفع بيشغل وظيفه ثانيه، وبالتالي لما اسرائيل بترفع درجه استعدادها وتتواجد عشان خاطر الظروف السياسيه او العسكريه اللي بتكون موجوده بتتوقف فيها الحياه الاقتصاديه. ولذلك مبدا من مبادئ بتاعتهم مبدا نظريه الامن الاسرائيليه الحرب الخاطفه، مش عايز الحرب الطول ابدا، لان معنى ان الحرب الطول ان التعبئه حتى في اسرائيل حتى انها موجوده، انهم حتى انهم ان الحياه الاقتصاديه حتى المرحله الرابعه كانت بقى مرحله اتخاذ قرار الحرب. انا عايز اقول لحضرتك معلش، في المرحله الثالثه دي بدانا بعمليات اغاره بقى، اغاره على العدو في الناحيه الثانيه سباحه، وزرع الغام على الطرق اللي بيتحرك فيه، حرمناه من من ان هو يتحرك سواء بالعربيات او بالافراد. خسائر مستمره طبعا. في نفس التوقيت كان عملية بناء حائط الصواريخ عندنا كانت مستمرة، المعارك الجوية كانت مستمرة، والاحتكاك بين طيارين وبين طيارين العدو كانت مستمر خلال حرب الاستنزاف. وصلنا بالإغارات، عملية الإغارة على العدو، فرد، جماعة، فصيلة، سرية، كتيبة مدعمة بالكامل، مش بالليل، الإغارة باستمرار بتتم بالليل، لا ده الإغارة اتعملت الساعة 12 الظهر. ده كان تدريب، يعني ده تدريب بس شجاعة مطلقة متناهية ان احنا الساعة 12 الظهر بنهجم على نقطة قوية ونحتلها ونجيب منها أسرى ونعود سباحة 12 الظهر في عز الظهر بهذا احنا العبور كان الساعة 2 فطبعا اي نعم كان في ناس كانوا بياكلوا في رمضان بس معلش كان بياكلوا كان بيتغدوا ساعتها معلش. المرحله الرابعه، المرحله الرابعه بقى كانت اللي هي انا عايز عنوانها بس لان هخرج بالعنوان فاصل وارجع الاعداد لحرب اكتوبر. المرحله الرابعه ايه؟ مرحله ايقاف اطلاق النار، ودي استمرت 3 سنين. ايقاف اطلاق النار ليه؟ ايقاف اطلاق النار كان مطلوب لينا والاسرائيل لاسرائيل ليه وافقت عليه واحنا وقفنا عليه ليه؟ نتيجه لمبادره كيسنجر. كيسنجر تقدم بمبادره بايقاف وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 242 اللي هو تعود اسرائيل الى جنوب. اسرائيل نتيجه للاحتكاك وشجاعه المقاتلين المصريين وطيارنا نسورنا العظماء اللي ما فيش حد زيهم في الدنيا، الطيارين بتوعنا وسائل الدفاع الجوي، اسقطنا لاسرائيل في شهر اغسطس سنة 1970 23 طائرة في الشهر. معنى كده أن سلاح الجو الإسرائيلي بيتآكل، 23 طيارة، سقط 23 طائرة في شهر واحد. وبالتالي إسرائيل إذا استمرت في هذا السلاح الجو بتاعها هيتآكل.
كل 23 طبعا لازم. واحنا كنا انا قلت لحضرتك ان احنا كنا محتاجين وقف اطلاق النار وهم كانوا محتاجين وقف اطلاق النار. طب احنا كنا محتاجين وقف اطلاق النار ليه؟ كتايب الصواريخ على الجبهه الدفاع الجوي اللي انشاناها على جبهه طولها 162 كيلومتر وهي المسافه من بورسعيد شمالا حتى السويس جنوبا، كل 5 كيلومتر كتيبه كل 5 كيلومتر كتيبه وفي العمق كتيبه تانية، ولذلك اطلق عليها حائط الصواريخ او غابه الصواريخ بحيث ان دي بتقدم حمايه ضد الحمايه ضد الطيران الحمايه للقوات المصريه على الجبهه بالكامل على طول الجبهه بالكامل لمسافه 15 كيلومتر شرق القناه كنا محتاجين بناء كتايب الصواريخ دي. لو احكي لحضرتك اتبنت بالدم، اشترك فيها وحدات المهندسين وحدات الدفاع الجوي، اشترك فيها انا كمشاك كنت لواء مشاك كنت بشترك مع في البناء كتيبة الصواريخ كموقع كان بيتبني جنبي، الشركات المدنية عثمان احمد عثمان والعمال بتوع عثمان الشركات المدنية كانت بتشترك في بناء دشم الطائرات وبتشترك في بناء كتائب الصواريخ. اتبنت بالدم وانا ليا ذكريات كثيرة وياما شلت شهداء من كتيبة الصواريخ اللي كانت جنبي كنت بشيلهم، كان موقعي كان في ابو سلطان. تأتي الطائرة اللي نبنيه النهاردة تيجي الطائرة الفانتوم تضربه بكرة، عملية روتينية وياما شلت وخليت جثث شهداء وزملاء من مش يعني كثيرين في خلال حرب الاستنزاف دي حقيقة. ولما بنقول ان كتائب الصواريخ دي اتبنت بالدم ورمال ارضنا اتروت بدماء الشهداء دي حقيقة وانا عشتها وشفتها بنفسي في خلال حرب الاستنزاف. الكتائب الصواريخ اتبنت وبعتنا نجيب الصواريخ، كان الصواريخ اللي هي سام 6 وسام. امتى قلتوا بسم الله على الحرب؟ احنا داخلين حرب، احنا كلنا كنا بنتمنى بسم الله من اولها، عايزين نخش الحرب ونخلص من هذا من البدايه. لكن اللي هقول لك يوم 6 اكتوبر ايه اللي حصل. طيب احنا نخرج لفاصل، ناخد فاصل مع بسم الله وبدايه الحرب ونرجع نعرف 6 اكتوبر ايه اللي حصل. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة
وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش 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 برحب بحضراتكم مرة أخرى، برحب مرة أخرى باللواء البطل دكتور طلعت موسى. شكرا جزيلا. هرجع لنفس النقطة تاني، لأن كل ما بنشوف حرب أكتوبر وبنشوف المشاهد بلاقي الحقيقة العديد من الأحاسيس وكلمات كتير جدا بتكون على وجه حضرتك بدون كلام، يعني بتظهر تعبيرات، يعني أنا بشوف الشاشة وفي نفس الوقت بتابع التعبير اللي بتظهر على وجه حضرتك، بتقول كلام كتير قوي، بتشوف هذه المشاهد يعني عايز اعرف ايه اللي بيدور جواك وانت بتشوف والله مشاهد الحرب. عندما اذكر او اشاهد حرب اكتوبر انا بعيش في هذه الايام، يعني اذا كنت انا قاعد مع حضرتك بتكلميني دلوقتي فانا متخيل كل منظر كان بيحصل لما كلمت حضرتك عن الشهداء وانا بشيلهم اثناء بناء كتاب الصواريخ، بيحضرني الذهن كنت بشيل مين وبوديه فين وبركبه العربيه ازاي وبخليه ازاي الى مستشفى القصاصين من ابو سلطان. يعني انا مع حضرتك انما اللي في ذهني واللي في مخيلتي شايف هذه وشفت البطولات بتاع الكبيره اللي عملها زملائنا خلال هذا، فانا بعيش الحدث الحقيقه، وكل مقاتل الحقيقه هو في هذه الظروف عاش الظرف ده، لما اي حد بيكلمه بيحكي من قلبه وبيحكي من ذاكرته اللحظات اللي عاشها الحقيقيه اللي هي بتمثل كل جندي مصري وكل شاب مصري، وهو ده معدن الإنسان المصري العظيم. أنا كنت توقفت عند جزئية شوية ما كملتهاش، بس أكمل الجزئية إن هي ليه إحنا قبلنا وقف إطلاق النار. كنت قلت لحضرتك إن كتاب الصواريخ هم كانوا محتاجينه وإحنا كنا محتاجينه، وإحنا محتاجينه، أنا قلت هم كانوا محتاجينهم لأن بدأ بالزبط. سلاح الجو يتآكل، وإحنا كنا محتاجين ندخل كتاب الصواريخ بعد أن اكتمل بالبناء الهندسي لقواعد الصواريخ نفسها. كملناها بنيناها بالخرسانة المسلحة بحيث ان اي دانة تيجي تضرب اي كتيبة من المدفعية او من بالطيران يبقى الخرسانة يعني محققين الوقاية بالظبط، مفيش حاجة. فكنا محتاجين الكتائب الصواريخ على طول الجبهة تدخل، وجينا في يوم 2 اغسطس بالظبط اللي هي ليلة وقف اطلاق النار موافقة على 2 بالليل ده كان في خطة محكمة، دخلت الكتايب بالليل في مستغل الظل بحيث طلع اول ضوء بقى يوم 3 اغسطس، كانت الجبهه كلها غابت الصواريخ مكتمله فعاليتها على الجبهه بالكامل بطول 162 كيلومتر. ودي الحقيقه كان عمل يعني الحقيقه عمل بطولي خارق ان احنا وصلنا الى هذه المرحله في ان احنا دخلنا كتاب الصواريخ على الجبهه. المرحله اللي بعد كده قلنا اللي هي بسم الله بقى بعدها مرحله ايقاف اطلاق النار اللي هي استمرت 3 سنين، الكلام ده كان اغسطس سنه 70. المرحله الاخرانيه ايقاف اطلاق النار دي اللي هي تم فيها تطوير الخطط الهجوميه والاعداد عشان هنهجم. في هذه المرحله احنا وصلنا الى طريق مسدود في الحل السياسي، واقتنع بذلك انور السادات.
عندما تم اجتماع بين القطبين بين بريجنيف ونيكسون في موسكو في مؤتمر في بينهم وبين بعض، اعلنوا سياسة الوفاق بينهم ديترينت بوليسي بينهم وبين بعض، وثم اعلنوا فرض حالة الاسترخاء العسكري في الشرق الاوسط. قضيتنا رجعت متأخرة، وهنا تيقن السادات انه لا الحل السياسي مغلق. جمع القادة القوات المسلحة وقال لهم السلاح اللي في ايدينا هو اللي هنحارب بيه، ما قدامناش حاجة، هنحرر ارضنا صحيح معناش اسلحة مهجومية على قد السلاح بتاعنا، هنحارب ونحقق. وهنا الخطط بتاعت العمليات والتطوير، هنا عبقرية التخطيط تخطيط الانسان المصري. احنا كان طرد السوفيت قبل كده، بعد كده طرد السوفيت، والتخطيط كان مصري 100% مصري للعملية. وهنا انا بقول الكلام دوت ليه دلوقتي، علشان خاطر نقتدي بهذه الدروس المستفادة في ظروفنا الحالية، ان احنا نخطط للمستقبل بامكانياتنا. بالظبط كده، احنا حققنا النصر بقول بامكانيات دفاعية. ولذلك الرئيس السيسي لما بيقول فعلا المواطن المصري ده يعمل المستحيل، المستحيل، ودي حقيقة. كل مرة بيكون في تحدي بنسبة ان احنا مش طبيعيين، احنا شعب مختلف، دي حقيقة حقيقة. ولو نشوف الكلام اللي حصل في اليومين اللي فاتوا دول، شفت حضرتك لما اعلنوا بس عن شهادات الاستثمار ل 66 مليار في 10 ايام من مين؟ من عامة الشعب، مش من الناس اللي معاها فلوس، مش الناس اللي بيستثمروا والناس اللي معاهم فلوس. هيدي عبقرية الشعب المصري. حضرتك في الفاصل حكيت لي حاجة مهمة جدا جدا عن شارون. ايوه الحقيقة أنا حاضر، أنا كنت رئيس عمليات كتيبة مشامي ميكانيكي في النسق الثاني للجيش الثاني الميداني، كنت في منطقة أبو سلطان في الجيش الثالث الميداني. لما حدثت الثغرة، أولا الثغرة لما حدثت ولحد يوم وقف إطلاق النار يوم 22 أكتوبر، كان حجم الثغرة بتاعة العدو لا يتجاوز 40 كيلو متر مربع، وهذه لا تعطي أي ميزة تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية، محكوم عليه بالإعدام. ولذلك هم تجاهلوا قرار وقف إطلاق النار رقم 338 الذي صدر لتوقف إطلاق النار بين الجنائم ساعة 1652 بالليل، والتقطت إشارة لاسلكية بعدها بثلاث ساعات من قيادة القوات الإسرائيلية إلى القوات اللي في المنطقة الجنوبية، أسرعوا بالعبور في التدفق في اتجاه غرب القناة. يعني كده كسروا وقف اطلاق النار. بالزبط. لماذا؟ اللي جاي عايزين يكسبوا ميزه يساوموا عليها بعد اطلاق النار، وقف اطلاق النار. يوم 24 صدر وقرار وقف اطلاق النار الثاني، يوم 25 صدر قرار وقف اطلاق الثالث، ثلاث قرارات لوقف اطلاق النار. في هذه الفتره كانت قوات شارون في الثغره بتحاول انها تنتشر وتتسع، اتجهوا شمالا لكي يسيطروا على مدينه الاسماعيليه، ولكنهم فشلوا ولم يتمكنوا من السيطرة على مدينة الإسماعيلية، ولذلك اتجه جنوبا في جنوبا في اتجاه السويس في محاولة لحصار مدينة السويس أو اقتحام مدينة السويس لكي يكسبوا نصرا دعائيا. لاحظ حضرتك ان هم في الحرب لم يتمكنوا من على الإطلاق من الاستيلاء على أي مدينة من مدن القناة. بالظبط بالظبط كده، عشان لما يقعد على طاولة المفاوضات يساوم عليها. شارون كان في بالقوات بتاعته، وانا كنت من ضمن القوات زي ما قلت لحضرتك النسق الثاني، ولما تم اكتشافه فكان في بنحصر القوات اللي في الثغره ونحاول ان احنا ايه ما نخليهاش تنتشر. طبعا كان في جت معلومات ان مركز قياده شارون موجود في منطقه اسمها جبل القط. كانت مسافه الكتيبه، كنا متمركزين الكتيبه حوالي 10 كيلو 10 12 كيلو متر من جبل القط ده. صدرت لنا تعليمات بالليل ان احنا نقوم بالعمليه الهجوميه باختصار شديد، تبدا الساعه 12 بالليل في هجوم ليلي نستولي على جبل القط عشان اللي فيه مركز قياده إيريل شارون. وبالتالي بدانا الساعه 12 جمعنا القوات واصطفت ارتال في تشكيل راس سهم، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يهبط ضباب الرؤيه فيه تصل الى حوالي مش اكتر من 3 4 متر قدام كل مقاله، وكان هذا سبب في ابطاء معدل التقدم لان الرؤيه تقريبا شبه معدومه.
والناس معايا على اللاسلكي، السرايا معايا مع في الكتيبه على اللاسلكي، لكن مش شايفها. انت ماشي في الرتل، ايوه ماشي في الرتل، انت يميني، ايوه يميني، شمال انت شمالي، مسافتك مني قد ايه، اكتسبناها بكده، لكن ماشيين في منطقه ضبابيه، والمنطقه يعني صعب الرؤيه، عايز صعب صعب الرؤيه، والتقدم معدل التقدم بطيء، بطيء طبعا أكيد. عشان خاطر الرؤيه استمرنا في التقدم، طبعا فتحت علينا نار جانبيه من بعض الاماكن، وكنا بنضرب برضو فيها اشتباكات متبادله، لان ما كانش واضح مكانه فين بعض القوات الاسرائيليه اللي كانت موجوده. ثم تقدمنا على العداد العربيه لما الضباب نزل بالمنظر ده، خدت الكيلومتراج بتاع العربيه باعتباري كنت رئيس عمليات الكتيبه ومحافظ بالبوصله على الهجوم، على اتجاه الهجوم اتجاه اللي انا اللي احنا الكتيبه رايحه له. إذن 10 كيلومتر بالظبط جنا، اذا انا في منطقه الهدف، لكن الرؤيه منعدمه، مش شايف حاجه، الرؤيه منعدمه. والعمل بقى وقطعت المسافه اللي مطلوب اللي على الخريطه بالزاويه المطلوبه اللي انا موجوده، اذا انا في منطقه الهدف مش شايف الهدف. دخلنا في المنطقه الضباب شديد، كنت على هيئه عاليه، وما الضباب ابتدى يفك الصبح الساعه توقفت القوات طبعا، ادينا تعليمات بالتوقف كل واحد مكانه دلوقتي عشان نعدل اوضاعنا، لان انا مش شايف حد. الساعه 6:30 الصبح كده ابتدى الايه، ابتدت العمليه تفك، الرؤيه بقت 50 متر، بقت 100 متر 200، ابتديت اطلع وعشان خاطر نشوف بقى نعدل اوضاعنا، 300 متر 350 متر، وايفاء ونفاجئ بضرب بالمدفعية والصواريخ من حوالينا من الجنب اليمين والشمال. الكتيبة بالكامل تعرضت إلى هجوم بالصواريخ وبالمدفعية من قدام، فأنا أعتقد يعني حاجة كانت غير متوقعة. وبالتالي بصيت حوالينا لقينا هيئة عالية مشرفة كان سميها تبت الكف، المنطقة هناك طبعا عارفينها ودايسينها من أيام الحرب، من ايام الحرب الاستنزاف والمشاريع التدريبيه اللي موجودين فيها. فطلعنا في ارتدت الكتيبه على هيئه عاليه اكثر اشرافا، وفي الميول الخلفيه بتاعتها اعدنا التنظيم، السريه اللي في اليمين، السريه الاولى مثلا في اليمين، السريه الثالثه في الشمال، السريه اللي في النص في النص، كل واحد معاه اسلحه الدعم بتاعه، خدنا اوضاعنا الهجوميه مظبوطه في الميل الخلفي للتبه بحيث ان العدو اللي قدامنا ما يشوفناش. وبعد ما قعدنا هذا تنظيمنا بهذا المنظر، والاسلحه المضاده للدبابات والصواريخ المضاده للدبابات كل واحد في مجالنا، خدنا تشكيل القتال المناسب اللي احنا نهجم بيه تاني عليهم. كيف حدثت بقى؟ انا عشان بس مش عايزه الوقت يلحق يعني. طلبنا قصفه من مدفعيه اللواء، مدفعيه اللواء على جبل القط نفسه، ثم اندفعنا بالمركلبات وبالاليات في اتجاه الهدف عشان نركب التبة، مستغلين اقصى معدل من النيران، سواء النيران المباشره او النيران الغير مباشره اللي هي بالهاونات وبالمدفعيه. وما ان تقدمنا بهذا المنظر واذا بينا نفاجئ ان العدو بيتجمع وبيعمل رتل وطلع جري اخلى المنطقه في اتجاه الشمال وفي اتجاه الشمال وفي اتجاه الشرق. انسحب من مكانه. دخلنا احنا على المنطقه وجدنا اثار بقى المدفعيات اللي كان بيضرب بيها والصواريخ اللي بيضرب بيها وبعض الاسلحه وخرايط عليها مواقع كتاب الصواريخ والمدقات اللي واصله ليها كانوا عاملينها هم. وجالنا بعض المجلات، وانا الحقيقه معايا مجله عبري ما زالت موجوده معايا يعني، كان نفسنا تبقى موجوده بس معلش ما زالت موجوده معايا بقى لها دلوقتي 41 سنه طبعا تهلكت من كانت في منشور في فيها بقى الكلام ده طبعاً. كان موجودة في الموقع مع شارون أو مع الكتيبة بتاعته يعني، دي من الحاجات اللي حضرتك خدتها كذكرى. أيوة. من هذه الموقع بالضبط، من الأثار اللي موجودة طبعا، الحاجات الخرائط وحاجات سلمناها لأن دي وثائق طبعا وحاجات زي كده، وأثار ودانات المدفعية الفوارغ بتاعتها كانت موجودة، وأكل وشرب علب معلبات منهم لقيناها في الموقع بتاعه والخرائط والمجلات ومهماتهم الشخصية. لأنه الحقيقة سيادة اللي هو أنا يهمني أكتر من السرد التاريخي، إحنا طبعا كلنا عارفين وأهمية، ولو قعدنا نحكي عن طبعا الحرب مش هنخلص، عايزين مش حلقات، لا دي ايام كتير جدا، لكن انا بيهمني اكتر الناحيه الانسانيه. يعني انا بستغرب طبعا، ربنا يدي حضرتك الصحه وكل ابطالنا يديكوا الصحه وطولة العمر، لكن
وحضرتك بتحكي وكل الأبطال بيحكوا بالساعة باليوم بالمكان بجميع التفاصيل، وإحنا بنتكلم على حدث من 41 سنة. هو الأحداث دي محفورة جواكو؟ ده مفيش شك في كده، لأن زي ما بقول لحضرتك يعني أنا وأنا بحكي لحضرتك الكلام دوت أنا عايش كما لو كان يعني احنا معلش اسمح لي، واحنا الجيل الجديد يا ما حد، حتى لو حصل حاجه سعيده جدا في حياتنا من اسبوع علشان احكيها ببقى نسيت نصها، وده كان امتى؟ كان 3 ولا 4 وكانت الساعه. المواقف الصعبه بتحفر في الذاكره، المواقف الصعبه اللي بتمر في حياه الواحد او يعني، بس ده على مدى يعني سنوات، لما يبقى على مدى سنوات، لما يبقى روح التضحيه، ما هنا الصفات بتاعت الجندي المصري والضابط المصري والصف الضابط المصري بتاعته، هنا المعدن الاصيل بتاعنا هنا اللي هو الصبر والجلد والشجاعه والاقدام وروح التعاون والتنسيق، دي صفات حقيقيه. يعني كل صفه من اللي انا بقولها ديت وراها حكاوي كتير قوي ومواقف كتير جدا على الطبيعه بتحصل وحصل. إنسانيا مين أكتر ناس ممكن تكون تتذكرهم؟ يعني ما بتتذكرهم ممكن يكون يعني نقدر نقول عينك بتلمع شوية من الدموع في الحرب. والله كل الشهداء كلهم، يعني أنا مش عايز أخص حد، يعني شهدائنا الأعزاء اللي فقدناهم في الحرب بالكامل الحقيقة، يعني يعني مش عايزين نفضل نقول ده أو لا، ما طبعا ربنا دول كلهم دول شهداء وأحياء عند ربنا. عند ربهم طبعا. أقول لحضرتك حاجة بالمناسبة، هقول لحضرتك حاجة أنا شفتها بعيني، ولما توقف إطلاق النار كنا إحنا القوتين كنا قصاد بعض في حتة اسمها مشش البحارة على طريق السويس عند جبل عويبت كده، ولما توقف وقف إطلاق النار كنا كان المسافة بيننا وبين العدو الإسرائيلي حوالي 250-300 متر لا تزيد عن هذا، وكنا بنتراشق بنرام مدافع المكنة والبناطق الآلية. المنطقة دي بيننا وبينهم كان فيها شهداء، كان فيها شهداء، فيها شهداء من عندنا شهداء مصريين الحقيقة. استمرت دي الفترة دي حوالي شهرين قبل ما قرار وقف إطلاق النار موجود، وكان كل يوم الاشتباك قائم بيننا وبين القوات الإسرائيلية في منطقة مشش البحارة. بالليل اي حركه كانت بتتم او احد الجانبين يشعر ان في حركه في الارض الحرام بيننا وبينهم كانوا بنضرب طلقات اضاءه بالمدفعيه بحيث تحيل الارض الى ظهر منتهى الوضوح، وبالتالي الارض الحرام بيننا وبينهم يعني كانت صعب علينا ان احنا نطلع نتقدم ليهم طبعاً. لان في تبادل وتراشق فوري بين الاثنين. عندما دخلت قوات الطوارئ الدولية بيننا وبتفصل بيننا، تصوري حضرتك الشهيد بقاله شهرين في الأرض الحرام بيننا وبينهم، وجهه أبيض وجثته كاملة زي ما هو، تخيلي حضرتك ده منظر أنا شفته من ضمن الحاجات اللي مأثرة ومحفورة في ذاكرتي، وشه أبيض والإيمان أقول لحضرتك إيه، شاف مكانه شهرين وجسده زي ما هو زي ما فيش أي حاجة. ومعلش يعني عايز اقول كان في الكلاب الضاله والحاجات كده بتجري في المناطق والكلام ده، لم يقترب منه اي حد حاجه زي كده على الاطلاق. دي نقطه، حاجه الحقيقه انا شفتها بعيني، يعني حاجه تذهل وتاكد ان الشهيد ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. صحيح اكيد يعني طبعا كلام ربنا، شهرين بيجي عليه الليل والنهار والشمس والبرد والحراره وموجود في الارض الحرام بينه وبينهم، وهو وجهه أبيض وجسده كامل زي ما يكون لسه مستشهد في دلوقتي، ده بعد مرور أكتر من شهرين. دي نقطة برضو يعني أنا فاكرها. هيتروح فين الكلام ده؟ أكيد 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 في العديد والعديد من المواقف المحفورة في ذاكرتكم كلكم كأبطال أكتوبر، وكان تاني بنأكد إحنا كان نفسنا نعيش هذه الأيام، فياريت ما تحرموناش أنتوا دايما تكونوا موجودين معانا. أنا عاوز معلش اسمحي لي أقول لحضرتك، أنا عاوز شبابنا يقرأ ويعرف حرب أكتوبر والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ويستخلص العبر ويشوفها، لأن دي كانت سبب النجاح، لأن الجيش كل الشعب المصري بالكل في خلال حرب الاستنزاف بالكامل وخلال حربنا وإعدادنا لحرب أكتوبر كان بيلتف وبيدعم قواته المسلحة وكان بيلتف حوالين قيادته السياسية تحت شعار
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. النهاردة احنا محتاجين هذا الالتفاف حوالين القيادة السياسية وحوالين القيادة العسكرية بتاعتنا. لازم الشباب يقرأ، وخصوصا ونحن نتعرض إلى هجمة شرسة في إطار التهديدات والتحديات التي تواجه مصر، هجمة شرسة لتغيير تاريخ مصر، هجمة شرسة لتغيير والانتقاص من حجم مصر. يعني احنا في حرب تانية، احنا في حرب، ومحتاجين ان الشباب واكثر ضراوة من حرب اكتوبر، محتاجين ان الشباب يكونوا زي حضراتكم لما كنتوا شباب في نفس الموقف، كنتوا في حرب عسكرية. احنا دلوقتي في نوع تاني من انواع الحروب، ممكن يكون اخطر لان الحرب العسكرية فيها نوع من المواجهة وتبقى عارف العدو، لكن احنا دلوقتي في حرب مختلفة ومش عارفين من حبيبنا من عدونا، او الى حد ما بيبقى فيه نوع من انواع الخلط. فاحنا محتاجين الشباب بتاعنا نقول لهم ايه برضه؟ نقول لهم بسم الله ويلا نحارب ويلا نبني بلدنا، مش كده؟ ده بدون شك طبعا، ده ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك، ان احنا حققنا النصر بامكانيات دفاعيه. احنا النهارده محتاجين ان احنا نقرا تاريخنا ونعرف، وهنحقق برضو النصر، وان شاء الله هنحقق النصر. شفت حضرتك الشهرين اللي مسك فيهم السيسي تحقق الامن ومشي ازاي في محورين رئيسيين؟ احنا هنحقق النصر في كله كمان، وخصوصا في الاقتصاد عشان نشتغل، والاقتصاد التنميه العملاقه، عشان نشتغل اهم حاجه بالظبط كده، مشروع العملاق في قناة السويس بالزبط. في التنمية الاقتصادية ماشية بمعدلات أكثر من ممتاز. سيادة اللواء أركان حرب متقاعد الدكتور طلعت موسى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والأهم بطل من أبطال أكتوبر، حضرتك شرفتنا، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين، وكل أبطال أكتوبر وكل جيشنا، وفعلا أكيد جيشنا خير أجناد الأرض، وشكرا للعزة والكرامة اللي أهدتها لنا. متشكر جدا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة وشعب مصر بالكامل طيب، وإن شاء الله نحتفل بالعيد 42 السنة الجاية إن شاء الله أفضل وأفضل، ونكون أكثر أمانا واستقرارا والتنمية يا رب دايما. وأرجع تاني لكلمة بطل أكتوبر سيادة اللواء، إن إحنا لازم كشباب مصر بقى، إحنا دلوقتي اللي علينا الحرب، إحنا اللي علينا نقول بسم الله، يلا نقول كلنا بسم الله ونقف على الجبهة زي ما هم وقفوا على الجبهة، هم قدموا أرواحهم. إحنا مش مطلوب منا إن إحنا نقدم أرواحنا دلوقتي، لكن مطلوب مننا إن إحنا نتعب ونشتغل ونستحمل عشان بلدنا. هم استحملوا علشان أرضنا ترجع، إحنا نستحمل عشان نبني بلدنا ونرجع ترجع مصر زي ما كانت زمان. دلوقتي الواحد بيتفرج على أغنية ولا بيسمع أغنية لعبد الحليم ولا بيشوف منظر من مناظر الحرب بيحس بعزة وفخر وإحساس فعلا كان نفسنا نعيشه حقيقي. طب ما تيجي إحنا كمان نعمل دورنا، وبسم الله والله أكبر، ويا رب نبتدي بقى المسيرة، وإن شاء الله مصر ترجع أفضل بكتير قوي. يلا إحنا على زي ما بيقولوا على في أرض المعركة، ودلوقتي هنشوف هنقدر نرد الجميل لأبطالنا ولا لا. الدور علينا. بعد الفاصل ختام صباح دريم، و وحندعي بقى لمصر، وحندعي لينا كلنا في يوم كريم جدا جدا، وقفة عرفات، ونعرف ازاي دعائنا ممكن يكون ربنا يتقبل يا رب. بعد الفاصل. عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب، عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب.